عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هذه، أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعد أن يطأها الزمن. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي. هل هي كذلك في الطبيعة أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح النار الكامنة فيها. في قلب المأساة ثمة خطوط من البهجة، أريد لألواني أن تظهرها. في حقول الغربان وسنابل القمح بأعناقها الملوية، وحتى حذاء الفلاح الذي يرشح بؤسا، ثمة فرح ما أريد أن أقبض عليه بواسطة اللون والحركة. للأشياء القبيحة خصوصية فنية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة، وعين الفنان لا تخطئ. اليوم رسمت صورتي الشخصية، ففي كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسي: أيها الوجه المكرر، يا وجه فينسنت القبيح، لماذا لا تتجدد؟ كانت الأذن في اللوحة ناشزة لا حاجة لي إليها. أمسكت الريشة، أقصد موس الحلاقة، وأزلتها. يظهر أن الأمر اختلط علي بين رأسي خارج اللوحة وداخلها. حسنا، ماذا سأفعل بتلك الكتلة اللحمية؟ أرسلتها إلى المرأة التي لم تعرف قيمتي وظننت أنني أحبها. أجلس متأملا. لقد شاخ العالم وكثر التجاعيد، وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر. آه يا إلهي، ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يخبط الليل فوق برج الروح؟ أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها، كما لو أن العالم قد خرج توا من بيضته الكونية الأولى. أحس بأن سعادة ستغمرني لو أن ثقبا ليلكيا اتفتح في صدري ليتدفق البياض. يا لرعشة الليلكي. الفكرة تلح علي كثيرا، فهل أستطيع ألا أفعل؟ كامن في زهرة عباد الشمس، أيها اللون الأصفر يا أنا، أمتص من شعاع هذا الكوكب البهيج. أحدق وأحدق في عين الشمس حيث روح الكون حتى تحرقني عيناي. أريد أن أسافر في النجوم وهذا البائس جسدي يعيقني. متى سنمضي نحن أبناء الأرض حاملين مناديلنا المدمات؟ ولكن إلى أين؟ إلى الحلم طبعا. أمس رسمت زهورا بلون الطين بعدما زرعت نفسي في التراب، وكانت السنابل خضراء وصفراء تنمو على مساحة رأسي، وغربان الذاكرة تطير بلا هواء. سنابل قمح وغربان، كل شيء حلم، هباء أحلام. القرمزي يسيل، دم أم نار؟ غليوني يشتعل، الأسود والأبيض يلونان الحياة بالرمادي. للرمادي احتمالات لا تنتهي، رمادي أحمر، رمادي أزرق، رمادي أخضر. التبغ يحترق والحياة تنسرب. للرمادي طعم مر بالعادة نألف ثم ندمنه كالحياة تماما. كلما تقدم العمر بنا غدونا أكثر تعلقا بها، لأجل ذلك أغادرها
في أوج اشتعالي، ولكن لماذا؟ إنه الإخفاق مرة أخرى. لن ينتهي البؤس أبدا. وداعا يا ثيو، سأغادر نحو الربيع.